فضيلة الشيخ، أنا ألبس رداءً واسعاً يغطي الرأس والأيدي معاً في الصلاة، ولكن عندما أكبر تكبيرة الإحرام أو إحدى التكبيرات فإنه يرتفع هذا الرداء مع ارتفاع يدي للتكبيرة فيغطي نصف وجهي، وبعد أن أنزل يدي من التكبيرة يعود لموضعه الطبيعي، هل يؤثر ذلك على الصلاة؟ إذا ترتب على رفع اليدين ارتفاع الثوب وانكشاف القدمين أو انكشاف شيء من جسم المرأة فهذا لا يجوز. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو عند القيام من الركوع سنة، إذا ترتب عليه محظور انكشاف شيء من جسم المرأة فإنها لا ترفع يديها، وإنما ترفع يديها إذا كان الساتر ضافيا على جسمها. نعم.